برحب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وبنستكمل معاكم حلقتنا النهاردة. وجي وقت بقى إن احنا نتكلم على السوشيال ميديا وإيه اللي بيحصل في السوشيال ميديا، ومع بعض بنصحح كده أخطاء كلنا الحقيقة بنقع فيها وإحنا بنتعامل مع الوافد الجديد على الحياة اللي هو السوشيال ميديا. دايما بنسعد في هذا اليوم، يوم الأربعاء، دايما بيضيفنا العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ وليد طغار، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، اللي دايما بنقول له مساء الخير في كل يوم أربعاء. أهلا وسهلا. مساء الفل يا عمرو. مساء الفل. الله يخليك. الله يسلمك ويحفظك. يعني في هندخل طبعا على السوشيال ميديا، وعندنا النهارده حاجات لطيفة جدا هنناقشها مع أستاذ وليد، ولكن في خبر الحقيقة يعني تعاون الحادث ما بين نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة الخدمات الإعلامية، ودايما التعاضد والتكاتف خصوصا في المواقف الإنسانية. يعني ما تم إعلانه اليوم وتوجيه الشكر للشركة المتحدة من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد إعلان المتحدة لرعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة الله يرحمه، الله يرحمه، والرحل عن عالمنا بعد حادث الحقيقة كان أليم جدا وأحزاننا جميعا من أيام قليلة. دكتور أشرف زكي أصدر بيان من شوية قال فيه: بيتقدم السيد النقيب وسادة أعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة اللي توفي إثر حادث أليم، بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها. الله يرحمه طبعا الفنان أحمد هيبة، وشكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. برحب بسيادة النقيب دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. دكتور أشرف، يعني أولا البقاء لله في الفنان الأستاذ أحمد هيبة. الله يخليك يا فندم، بشكرك جدا، وبنعزي أنفسنا وبنعزي أسرته وزوجته وأهله وولاده كلهم. طبعا الحقيقة كمان حابب أتوقف على البيان اللي أصدرتموه اليوم بشأن الشركة المتحدة، والحقيقة هذا التعاون الإنساني المحترم ما بين المهن التمثيلية وما بين المتحدة. والله الشركة المتحدة يعني بشكرها طبعا باسمي وباسم كل أعضاء النقابة وباسم كل الفنانين، لأن الحقيقة هي بقت سباقة جدا وسريعة الاستجابة في أي حاجة تحصل لأي فنان، يعني أي مكان هو مين يعني فالحقيقة يعني هم من الصبح بدري جدا اتصلوا بيا، ووصلنا لزوجة الفنان الراحل أحمد هيبة، وتم أخذ القرار بتعيينها وصرف مكافأة كبيرة ليها، فأنا بشكرهم جدا. دي استجابة سريعة وإحساسهم بألم الأسرة اللي فقدت يعني عائل الأسرة، خاصة ما كانش دي وظيفة أخرى. صحيح صحيح. والحقيقة الشركة المتحدة يعني بقى لها فترة معانا معودانا على كده، يعني الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي والجانب الصحي ما بتتأخرش علينا في أي حد في الأسرة الفنية يعني يمرض أو يحصل له أي حاجة، بنلاقيها على طول معانا أول بأول، أيا مكان هذا الشخص ينتمي إلى النقابة أو غير منتمي إلى النقابة طالما ينتمي للأسرة الفنية. أنا مرة أخرى بشكرهم جدا جدا جدا. واحنا كمان الحقيقه بنضم صوتنا وصوت حضرتك وبنشكرهم، وبنتضامن طبعا معاكم وكل العزاء لحضرتك وللنقابه ولاسره الفنان الراحل احمد هيبه الله يرحمه ويحسن اليه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مره ثانيه يا سياده النقيب دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذ وليد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الحقيقه الاسبوع ده كان في احداث مهمه جدا، يعني سواء شفنا احتفاليه كبيره تتعلق بحقوق الانسان، شفنا تقرير مهم جدا استراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، شفنا تقرير التنميه البشريه في مصر للبرنامج الانمائي للامم المتحده امبارح بيحتفي بملف مصر في طبعا التنميه البشريه طبعا وايضا طبعا في مجال حقوق الانسان. شايف ده ازاي وشايف تفاعل السوشيال ميديا وعلى الامر ازاي؟ أول إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أول استراتيجية وطنية صحيح لحقوق الإنسان المصري، يعني تأكيد من الدولة المصرية على محددات سياستها تجاه الإنسان المواطن المصري. يكمل ده تقرير الإنمائي للأمم المتحدة، تسجيل، هو تسجيل إيه التقرير ده؟ تسجيل الجهات الأممية ل مجهودات الدولة المصرية اللي أثمرت على الأرض فعلا تجاه المواطن المصري. التقرير سجل
مجموعة كبيرة من النقاط على قطاعات ومحاور مختلفة خاصة بالمواطن المصري لأول مرة. لازم نركز أو نحط خط تحت لأول مرة. لأول مرة يتمتع المواطن بخطة حقيقية بدأت تطبيق على الأرض، مش مجرد خطة يعني لسه على الورق، بدأت على الأرض لتأمين شامل على كل المصريين. خطة لحل مشكلة السكن في مصر، خطة لتطوير التعليم، خطة للرعاية الصحية، قضاء على فيروس سي. مصر كانت من دول العالم الأولى في فيروس سي. هذا الفيروس كان يأكل في جسد المواطن المصري في أقصى القرى، كله كان عن تقريبا يعني كان يقولوا مصر كبد كبير يعني. صحيح كتر ما صحيح كان ما هو فيروس سي جاي من نتيجة بعض العوامل، العوامل القريب من النيل وبالهريسة قديمة وفيروس سي وهكذا. كان مرض متوطن في مصر وكان غول يعني قضت عليه الدولة المصرية. ده احنا بنتكلم على جزء بسيط. طبعا التقرير اتكلم كمان، التقرير اتكلم على حاجات كتيره جدا سجلت النجاح، يعني ازاي هذه الدوله نجحت فعلا خلال، احنا بنتكلم على فتره من 2014، يعني ما كان مفترض ان يحدث خلال بلا مبالغه 20 و30 و40 سنه كمان في دوله يعني كانت خارجه اقتصاد منهك يكاد يكون صفر. بلا اقتصاد كنا دوله بلا اقتصاد داخلين 2014 بلا اقتصاد. السيوله في الشارع شديده، إرهاب يعني في كل أركان الدولة، وحقيقي يعني إرهاب مسلح يعني يستهدف مش المواطن بس، يستهدف الدولة. صح. الدولة وفكرة الدولة دي يعني مفهوم عميق ولابد من تأكيد على فكرة الدولة. فكرة الدولة دي هي الإطار اللي يقدر يعيش فيه المواطن. ونتكلم مسألة حقوق الإنسان والدولة، ويعني نجحت هذه الدولة بشهادة المؤسسات الأممية، المؤسسات الأممية في العالم، إنها تقول يا جماعة هذه تسجيل للنقاط اللي أحدثتها الدولة المصرية على قطاعات مختلفة. بالمناسبة في حاجات، المسألة مش مسألة تحسين خدمات اللي حصلت في بعض الأمور بس، هو في اختلاق أو خلق لخدمات لم تكن معتادة. يعني زي ما بنتكلم على مبادرة سيه، ده خلق الخدمة علاجية صحية لم تكن موجودة. برنامج التأمين الصحي الشامل، خلق البرنامج أو استراتيجية ممتدة طويلة الأجل لم تكن موجودة. الشمول المالي، المبادرات، التمويل المالي المشروط، يعني تروح للأسر الفقيرة اللي هي لا ليها تأمين ولا ليها، وتروح مديها مبالغ مباشرة مقابل إنها تشتغل تكون تحت الرعاية. يعني الدولة بتقول لهم يا جماعة ما تخرجوش عن رعايتي، يعني هديكوا الفلوس دي وتودوا ولادكم المدارس، هديكوا الفلوس دي كم هائل من المجهودات. وده اللي بيخلي مصر من اولى الاقتصاد، من اكتر على اولويه او على راس قائمه الاقتصاديات الناشئه في العالم، الاولى في المنطقه والاولى في الشرق الاوسط. يعني معنى كده انت العالم يعترف الان او يؤكد الان ما احدثته او ما يعني اجتهدت الدوله المصريه في تقديمه للمواطن لاول مره في تاريخ الدوله المصريه. طيب ده كله جزء لا يتجزا من حقوقي كانسان، ان انا اجد المكان المناسب، الوطن الامن، ماكل، مشرب، صحه، تعليم، كل هذه مشكله كبيره في بين الاجيال الشاب. كل ما تيجي تتكلم عن حقوق الانسان يقول لك الماده 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي هو بينص على التعبير على حريه، عن حريه الراي. طبعا حريه الراي مكفوله بحكم القانون، القانون والدستور والدستور المصري. لكن هو كل ما تيجي تكلم شاب من الشباب يقول لك حريه الراي، ويخلط بين حقوق الإنسان وبين حرية الرأي وبين الانفلات. وده بنشوفه على المواقع التواصل، وده عمل أزمة. وفي 2011 أدى هذا الخلط إلى الطريق للستين داهية، أو الطريق لاقتراب الدولة من الهوية عشان هذا الخلط. طيب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتؤكد على أن كل إنسان له حرية الرأي والتعبير، لكن في 19 مادة قبلها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بيأكد على أن حقوق الإنسان تبدأ من سكن ملائم، وتبدأ من رعاية صحية، وتبدأ من تعليم، وتبدأ من قضاء على أمراض متوطنة، وتبدأ. يعني إذن حصلت ضمن حروب الجيل الرابع والجيل الخامس منظومة خلت توصل، حاولت تصدر للأجيال الجديدة أو مستخدمي مواقع التواصل ويتم الترويج ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان بينص فقط، او معنى حقوق الانسان تنص على ان انا اقول رايي على مواقع التواصل او في الصحافه. طيب
هذا ليس صحيح. الدولة المصرية لما بدأت تبص على حقوق الإنسان أول حاجة بصت لها حفظ استقرار المواطن وأمنه داخل الوطن. يعني إيه حفظ؟ يعني إيه الوطن عبارة عن إيه؟ منطقة جغرافية معينة ينتمي لها مجموعة من الناس، الدولة أول ما توفره من حقوق المواطن هي حفظ أمنه. مظبوط. يعني حفظ الاستقرار للأمن الداخلي قبل ما أقول رأيي، يعني قبل ما أتكلم رأيي سواء رأيي ده هيبقى منفلت في بعض المفاهيم، إن أنا لما أقول رأيي لازم أبقى ضد على طول، إن أنا أشكك فيبقى ده اسمه رأي، إن أنا أتطاول فإن ده يبقى اسمه رأي. طبعا هذا ليس صحيحا، لكن أول شيء ضمن حقوق الإنسان إن أنا أحفظ وطن وأحفظ أمن، هذا ما حققته الدولة المصرية في إقليم كان شديد الاضطراب وفي إرهاب كان على كل جوانب الدولة مضطرب. يكفي ما كان يحدث في سيناء، ويكفي كيف دخل الإرهاب واستوطن في سيناء، وقامت دولة 2014 لحفظ المواطن المصري وتأمين حياته مما كان يحدث في سيناء، لأن اللي كان بيحصل في سيناء كان بيتنقل على محطات الأتوبيس في الشارع في الجيزة، فاكر القنابل الصناعة المحلية اللي في ميدان الجيزة. طيب واللي كان جاي من الغرب، اللي كان برضه واللي كان جاي من الغرب والسواقية يعني. ده كم من الأسلحة اللي ظبطها الجيش المصري على محاور المختلفة، كم أسلحة ربما الشباب بتوع مواقع التواصل ولا يعني السوشيال ميديا وتويتر بتاع ربما يعني لا يعرفون عنها كثير. طب تفتكر ان ده يعني إغفال متعمد من البعض ان هو يختزل بس فكرة حقوق الإنسان، احنا ما يبصش على كل حاجة بتحصل، يبص فقط ان في تويتا ولا من حقه ان هو يتطاول، من حقه ان هو يهاجم او ينتقد ولكن ببذاءة يعني. لا يعني ما هنا هو اصلا يعني. انت لما تنتقد غير لما تبقى فيه لفظ البذاء. الانتقاد مزبوط. شيء مزبوط. الانتقاد بناء، انا جماعة مواطن مصري ولي حقوق في ان انا اقول رأي، هذا الرأي له محددات، الرأي انه يكون رأي رشيد، مش مهم يكون أقبله كوجهة نظر بس أن يكون رشيدا يعني منمقا بلا بذاءة بلا تطاول بلا هدم بلا تشكيك بلا نشر شائعات. يعني لما أنا أنشر شائعة ما تقدرش تيجي تقول أقول لك أصل أنا ده حرية الرأي، ده رقم واحد. رقم اتنين، بالضرورة في إطار ما تتعرض له الدولة المصرية أو اللي يتعرض ليه شكلة معادلات وتغيرات الإقليم في القلب منه الدولة المصرية، هو حروب التشكيك وحروب توجيه فكرة حقوق الإنسان، توظيف وتسييس حقوق الإنسان. طيب مزبوط. في 2011 وفي الأيام اللي ما يعلم بها إلا ربنا عامل، لو تفتكر إحنا مرينا بسلوكيات كانت سيولة شديدة في الشارع، وهناك تم استخدام أو تسييس معنى حقوق الإنسان بحجة إنه لدعم المواطن المصري، وتبين الشارع بعد شوية أن هذا كان في صميم في مقتل المواطن المصري. مظبوط. وكان في صميم ضرب الدولة. على المستوى الدولي تم تسييس فكرة حقوق الإنسان. يعني لما حصلت اعتداءات نيس في فرنسا، أي كان كل المسؤولين في الحكومة الفرنسية يعني ظهرت وقتها المصطلحات، إنما عندما يتعرض الأمن القومي للدولة فلا مجال للكلام عن حقوق الإنسان، زي ما قال تشرشل في الحرب العالمية الثانية. هناك دول حاولت الضغط على مصر بتسييس فكرة حقوق الإنسان اعتمادا على أن حقوق الإنسان هو المادة 19 من الإعلام العالمي اللي هو حرية الرأي. طبعا مصر تكفل حرية الرأي، لكن هو هؤلاء ردت عليهم مصر، وسيادة الرئيس اتكلم في حفل إطلاق الاستراتيجية، ما معناه أن الدولة ضمنت حقوق الإنسان من أول الاستقرار لغاية التعليم والسكن والصحة وبتاع، ثم حرية الرأي مكفولة. طيب فكرة الأفكار السيدة اللي بتحاول بعض الثقافات، وحتى الرئيس أشار للجزئية دي، فكرة الثقافات محاولة فرض نموذج ثقافي أو معرفي معين طبعاً. إن أنا أفرضه عليك بحجة إن هو ده النموذج الأمثل في العالم، ده ما إحنا ما تعرضنا ليه داخل ضمن المعادلة اللي إحنا بنتكلم عليها، أنك تضع محددات بتصدير أن هذه المحددات فرض رأي معين، هذا معناه حريتي أفرض عليك شيء أو معتقد أو فكرة أو، وفي نفس الوقت أنا منحت نفسي بموجب الحرب المزيفة أو الفكر المزيف أو التزييف اللي بيمر بيه كتير من الفئات الاجتماعية في إطار الحرب الجيل الرابع والخامس، أني أصل إلى معادلة صفرية بيني وبينك في الرأي، أفرض رأي عليك وفي نفس الوقت
ارفض اعتقادك او ارفض عقيدتك او ارفض رايك، كل هذا تم صياغته في او دفعه للمجتمع في اطار كبير اسمه حريه التعبير، وضمن حريه التعبير طبعا مساله حقوق الانسان. مثل هذه الامور هو الغرض منها يا عمرو هو تفتيت المجتمع واعاده خلخله اواصل المجتمع وصولا الى استهداف الدوله المصريه. طيب يعني ده ناخد بعض من تعليقات المشاهدين وخصوصا على تويتر، يعني ده كان تعليق سابق للاستاذ عمرو فهمي بيقول معلش يا جماعه هو ايه المقصود بحريه الراي؟ ما احنا بنتكلم عن اللي احنا عايزينه حاسينه وبننزل مطالبتنا او بننزل مطالبتنا لرئيس الحكومه على تويتر، ولو لقينا غلط بنتكلم عليه، ولا هي حريه الراي اننا ننزل نقطع الشوارع ونعمل مظاهرات ونخرب البلد؟ عمرو فهمي ده صحيح. مريم الكعبي اعتقد كاتبه المدونه مريم الكعبي بتقول هنالك جرائم لا يعاقب عليها القانون، منها الجرائم التي تتسطر تحت شعارات حريه الراي والتعبير التي تطعن وتشكك وتترك في منطقه رماديه او تتركك في منطقه رماديه محايده في افضل الاحوال تجاه دولتك، في حين يجب ان تكون مدافع ومساند. صحيح. في طبعا احنا لما بنتكلم كلامنا مش معناه ان كل السوشيال ميديا، بالعكس في اراء شديده الجديه وشديده الانتماء وشديده الوطنيه، ودول نسبه كبيره على السوشيال ميديا يدعموا فعلا فكرة الدولة، يدعموا فعلا أفكار أو بيحاولوا يغربلوا ويفلتروا الأفكار اللي بتمر اللي بتصدر لينا لضرب مجموعة من الانتماءات الوطنية وضرب مجموعة من المعادلات اللي هي بتصب في بناء الدولة الحقيقية. في ناس كتيرة على السوشيال يا عمرو الحقيقة وليهم متابعين كتير وبيساهموا بقدر كبير قوي في التنوير. احنا دلوقتي عاوزين نقول ايه، في يبقى في تنوير الكتروني. في ناس يعني زمان كنا بنتكلم على التنوير النشر وعلى التنوير القضايا التنوير، النهارده السوشيال في اطار الحرب الكبيره اللي احنا بنمر بيها فعلا في جهود كبيره من ناس عاديين خالص انفلونسرز يستحقوا هذا اللفظ بيغربلوا هذه الافكار وبيدعموا، لكن احنا بنحاول نوعي اخرين من الا تقع في فخ مثل هذه الأفخاخ، منها فكرة أو مصطلح حقوق الإنسان اللي بيساء بشدة استخدامه. صحيح. اللي بيساء أيضا استخدامه جدا مسألة حرية الرأي، الفرق بين حرية الرأي وبين الانفلات يا عمرو وبين التطاول. بالدائما في معادلات في إطار ما نتعرض له برضو من حروب، ولازم نأكد على مسألة الحروب لأن في ناس تقول يا راجل الحروب إيه، لا هناك من فشل في هدم الدولة من ناحية مؤسساتها، ثم فشل في هدم الدولة من ناحية النظام السياسي وشكل الحكم، فلجأ وهو ده الحل الوحيد قدامه إلى السرسبة داخل الرأي العام لخلخلته وتغيير مفاهيمه ومضامين مبادئه اللي فعلا هي اللي بتحافظ على قوام الدوله. طيب يعني في دي انا عايز اشوف تعقيب الاستاذ مجدي عقبه، يا ريت لو الزملاء تجيبوه لنا. بيقول ايه؟ بيقول عندما يكون النسيج الاجتماعي هو المستهدف فلا تحدثني عن حريه الراي، حريه الراي مشروطه بالادب والاخلاق وعدم المساس بالنسيج الاجتماعي والوحده الوطنيه. كلام الحقيقه صحيح. يعني محترم ومشكور عليه. كلام جيد جدا من شاب او يعني من نموذج مصري يعني فاهم ما نتعرض ليه وفاهم كيف تدار حروب الجيل الخامس. أكيد. بالذات على السوشيال ميديا، عشان كده السوشيال مسألة السوشيال ميديا تخطت مسألة انها مجرد يعني اراء مختلفة او متباينة، دي قضية كبيرة جدا لابد احنا بنتكلم دي كل ده في اطار قضية الوعي. الوعي المجتمعي، المجتمع وعي المجتمع هو اللي بيحافظ على تماسك المجتمع زي ما قال. يعني حرية الرأي والتعبير مش معناها ان انا اتطاول، معناها ان انا اعبر عن رأيي ولكن في حدود الادب، الفكر بالفكر وليس الفكر بالفكر بالتطاول. قبول الاخر، الفكر بالفكر، قبول الاخر، احترام عقيدة الاخر، لان من المستهدفات كانت فكرة العقيدة عامة. طبعا طبعا. الفت في عضد العناصر المكونة للمجتمع المصري بالأديان المختلفة، يعني احنا كلنا مصريين، فكرة انك تطلع لفظ اصل ده
كذا كذا وده كذا وده كذا تصنف على اساس الدين تصنف على اساس الدين. هي دي هي في نفس الفكره اللي انا متصور او مش متصور, هي نفس الفكره اللي كانت بتستهدف النسيج الوطني اللي بيتكلم عليه التويته دي. بالمناسبه في رايي الشخصي ان قضيه خانه الديانه بتصب في جدل خانه الديانه بيصب او بيثير هذه النعره. يعني هناك من يتصور ان عاوز نلغي خانه الديانه ده عشان نلغي التمييز. هذا يعني خانه الديانه دي مش بتلغي التمييز, اللي بيلغي التمييز هو الفكر الاجتماعي صحيح لقبول عنصر واحد من المصريين. ما نبررش التمييز اللي البعض بيعمله على اساس انه بحجه خانه الديانه, لا خان مش يعني الموضوع المساله مش خانه المساله مش خانه, مش مجرد خانه الديانه في القاعه. طب استاذنك نخرج لفاصل, وبعد الفاصل لسه نرجع بقى نشوف الترند ده بقى اللي بيطلع مين بيصنعه وتفكير اللي بيصنعوه ده في الغالب بيبقى عامل ازاي. ارجوكم خليكم معانا. تمام. برحب بحضراتكم مره اخرى, وبرحب بضيفنا العزيز الاستاذ وليد طغان. فكره اللي بيوجه, فكره اللي بيصنع ترند, للاسف شفنا ناس بيقول لك ان هم مؤثرين, وكانوا فتره يناير كانوا ناس يعني طليعة القوى الثورية وقتها من الشباب, وللأسف اللي كان بيختلف معاهم كانوا بيشتموه بأفظع الألفاظ. ده صحيح. ما كانش في عندهم يعني ما فيش شيء حرمة اسمه الحرمة. طب حرمة شيء. بس يعني خلينا نقول يا عمرو إن هؤلاء اكتشف الشارع زيفهم بعد فترة قصيرة, لأنه كانوا رموز من ورق يعني اللي هم المجموعة دي. مهم برضه أقول لك أن هناك من صار على الفساد في يناير رغبة في فرصة فساد, وهناك من قال أنه بيثور على وضع في كبت للرأي الآخر, ثم مارس هو نفسه مظبوط التصلب الشديد في الرأي الكبت الآخر وإرهابه فكرياً. مش إرهابه بس فكريا يعني. لا ده تشويهه كمان طبعاً. عقد محاكم في محاكم تفتيش على مواقع التواصل بتصل للخوض في الأمور الشخصية والأعراض. يعني مزبوط. عملوا كل ما لا يتصور من موبقات. طيب دول كان في ناس كنا عارفينهم الحساب ده والشخص, لكن بالزبط. بقى في حاجات بقى مش معروفة مين الترند ده ومين اللي وراه, وبتلعب نفس الدور. فكرة الترند حتى الآن احنا بتقابلنا مشكلة اسمها الترند على مواقع التواصل. الترند مصنوع بالضرورة, مفيش شيء اسمه ان الترند مصادفة او ان الترند تضامن مع قضية ما. مفيش يعني نسبة 80-85-90% الترند مصنوع وموجه. الترند هو يعني نقدر نقول اتجاه فيروسي واعي لتوجيه الرأي العام نحو فكرة معينة أو تثبيت فكرة معينة لدى الرأي العام. طبعا المستهدف هم, فإحنا بنتكلم في مسألة السوشيال ميديا على الرأي العام اللي هو أغلبه شباب من 40 وانت نازل. بالضبط. أغلبه شباب اللي هي القوة الأساسية في أي مجتمع يبنى. نزع مجموعة من الفضائل الاجتماعية, انتماء, حب الوطن, قدسية الوطن, مثل هذه الأمور, الثقة في إدارتك, مثل هذه الأمور نزعها هو المستهدف من حروب السوشيال ميديا. الترند يوجه يصنع في فكرة بتقول أنك سواء رفضت ما يحدث على مواقع التواصل أو من خلال الترند, سواء كنت معارض ليه أو موافق عليه, أنت هنا بتساهم بنفس القدر في استمرار. ده اللي بتقوله غادة الحقيقة. بالضبط. يعني ممكن نشوف غادة كده بتقول إيه, بتقول ما بحبش أشارك في هاشتاجات فارغة عشان ما بقاش سبب إنها تبقى ترند. بالزبط. كل ما أنت بتعلق كل ما بتبقى ترند بتزيد. وهي بتعلق. وهي بتعلق. بالضبط. وهي بتقول طالما رافض الهاشتاج بلاش تدخل تكتب عليه. بالزبط. عشان ما يعلاش أكتر. بالزبط. يعني أنت لما بتعلق سواء كنت رافض الترند أنت تثبت هذا الترند. الفكرة المستقرة في علم النفس الاجتماعي أن الأفكار تثبت في مجتمع ما بالتكرار اللاواعي. يعني لو أنا قلت أنا مش عايز أنا مش عايز أنا مش عايز أنا مش عايز, تثبت هذه الفكرة في ذهنية المجتمع مهما كانت هذه الفكرة. الغرض من الترند
هو تثبيت فكرة ما سيئة في ذهنية المجتمع أو في ذهنية الأجيال المختلفة عشان تصب في مصلحة أو في إطار النتائج المستلزمة من مثل هذه النوعية من الحروب. يعني إذن هذه لذلك أنت بتلاقي الممثل الفلاني قام بفعل يعني مستهجن تماما ويقعد 4 أيام ترند رغم الكل رافض والكل بيقول لك فلان ده ايه اللي بيعمله ده وفلان ده ايه اللي بيعمله ده وتلاقيه ترند. الترند هو تثبيت هذا الفعل اللي رفضه المجتمع في ذهنيه المجتمع لمده 4 أيام. احييك، يعني في نماذج محترمه ومشرفه وشباب وعلماء وانجازات حلوه بتحصل من ناس نماذج مشرفه جدا عمرنا ما نشوفهم ما تشوفهم ترند. مش ممكن. في الشاب المصري اللي عامل اختراع محمود الكومي. بالظبط، مهندس محمود الكومي ما شفتوش ترند في الاستوديو ولا هيطلع ترند. ما شفتوش ترند. العقول دي والنماذج دي عمرها ما تطلع ترند. فكيف انت هذا الشباب المصري الواعد اللي هو عامل اختراع، مهندس محمود الكومي عامل اختراع اتكلم عنه العالم. انا امبارح في الاسبوع اللي فات واشنطن بوست جارديان صنع روبوت بيستخلص بيطلع ميه من بخار الماء الموجود ويقدر بالتالي من وعمل المريخ هذا يعمل ده على المريخ. يعني فكر متخطي هذا ولم يحدث ان هو يطلع ترند ولن يطلع ترند. احنا ذنبه يطلع مين الترند اللي هو الراجل اللي اتخانق مع ضابط المرور وقال له انت مش عارف انت بتكلم مين، فلما ده اللي يطلع ترند لانك انت هذه النماذج المشرفه بتأثر بالإيجاب. مطلوب من الترند هو التأثير العكس. السلبي التأثير السلبي. حروب السوشيال ميديا، يعني لما بنقول للشباب إخواتنا الصغيرين يا جماعة خدوا بالكم من التفاصيل دي، في رفض رهيب لأن طبيعة جمهور السوشيال ميديا هو رافض باستمرار وهو متصور إن أي أمر إيجابي هو خطأ بالضرورة ومتصور إن أي نجاح اجتماعي أو زيادة نجاحات الدولة حولوها في مخه في بعض القطاعات يعني إنها يشكك فيها أو إنها غير صحيحة أو إنها غير سليمة أو إنها غير مجدية وهكذا في إطار حرب كبير. الترند، فكرة الترند، تفتكر اللي بيقف وراه مؤسسات، يعني اللي مستخبي ورا الشاشة بتاعت الكمبيوتر، هل شخص عادي ولا مؤسسة؟ مؤسسات في إطار حرب منظمة في إطار إنفاق بالمليارات يا عمر. لاحظ إن إحنا في الأيام السيئة في 2011 خرج الشباب على أساس وبدأوا يوجهوا نفسهم على عن طريق مواقع التواصل وتم شحن الشباب ضد دولتهم على مواقع التواصل وتم تشويه فكرة الانتماء على مواقع التواصل وتم تشويه أو محاولة تشويه مؤسسات الدولة على مواقع التواصل وابتكروا في ضمن هذه الحروب يا عمر أبتكر سلوجن عشان أمشي بيه. يعني مثلا أقول لك إيه، يا دولجي. مظبوط. كما لو أن هذا الدولجي، بالعكس ده لفظ دولجي ده شيء، يعني كلنا أنا شخصيا دولجي دولة وكلنا دولجي الوطن. أنا أنا إحنا ننفخر بأن إحنا نكون عبيد البيادة. كلنا نقدس جيشنا المصري، كل المجتمعات في العالم المتحضرة تقدس جيشها بالضرورة. أنا أقدس وطني. فقال لك لا أنت دولجي، وابتدى يحصل تداول على فكرة دولجي تشويها لهذا المصطلح. المفهوم المحترم إن أنت بتحترم وطنك وبتخاف على بلدك يعني أنت تبقى أنت دولجي ويبقى بدل ما هو مصطلح يعني لطيف هو زي مفهوم الدولة إلى حاجة سلبية. بالظبط، وهذا ما يتم تدويره عن طريق الترند. تدويره او تدخيله في فكره المفاهيم اللي تم تشويهها برضو عمر، فكره الدوله العميقه. الدوله العميقه في المفهوم الحقيقي هي المؤسسات الداعمه للحافظه للدوله في فترات الاضطراب. تم تشويه هذه الفكره بين قوسين ووصل هذا المفهوم عن طريق حروب المواقع التواصل او عن طريق ترندات السوشيال ميديا لمجتمع يعني صغير في السن كان لا يعلم ما الذي يحدث، وربما حتى الآن هذه الكلمة تتداول بشكل سريع رغم أن هي كلمة في منتهى الروعة، لأن الدولة العميقة هي اللي حفظت مصر راسخة إدارياً وراسخة إدارياً وهناك من كان يراقب
الدولة قبل ما تقع، وهناك من حفظ الدولة قبل ما تقع، وهناك من حفظ الدولة قبل ما يستولي عليها الإرهاب. كل ده مفهوم الدولة العميقة، لكن عن طريق الترند وعن طريق شكل صناعة الترند اللي بتعمله مؤسسات وبتجمع فيها، يعني تلاقي معظم الحسابات اللي بتدخل على الترندات اللي بتدخل تلاقيها أسماء وهمية. مبهمة ووهمية. قدامنا قلم حر وحاطط علم مش عارف ده من بعيد مش شايف ده فلسطين ولا الأردن، ثم علمين جنبه بيقول لك حوش عيسى بمحافظة البحيرة كان حاضر بقوة، وهنكمل كمان اليوم الثورة بدأت، وجوه أي كلام في أي كلام، ولا أجيب لك مشاهد قديمة من أي حتة، وناس لبست مشاهد في دول تانية. أجيب مشاهد من دول تانية، وحرائق في أستراليا من أسبوعين كان قال لك الحرائق دي مش عارف فين. لا وكان في حاجة، كان في يعني مشاكل داخلية في دولة عربية شقيقة جابوها. أيوة بالظبط، اللي هي المشاهد الليلية الحرائق الليلية دي وجابوها وحطوها إن هي في مصر. بالظبط، هكذا يصنع الترند. عارف الترند بيحصل ترند لما يحصل عليه تداول اكتر من 10,000 يبقى ترند. ولجان الكترونيه زي قلم حر وخلافه، كل هؤلاء لجان الكترونيه ما زالت المعركه الاخيره. المعركه الاخيره للارهاب بانواعه المختلفه هي صناعه الترند للفت في عدد المجتمعات. مين المستهدف في عمرو؟ شباب مواقع التواصل. النسبه بتقول احنا عندنا 54 مليون بيستخدموا السوشيال ميديا، بيستخدموا الانترنت، 47 مليون عندهم حسابات على مواقع التواصل، 66% من هؤلاء قبل سن الـ40. في بعض المواقع اللي هي بتعمل الصور الساخره دي اللي هي الكوميكس. الكوميكس تسلاح رهيب. وكم موقع كده بنشوف دايما بيستقطب على الفيسبوك خصوصا. ده صحيح. في وسط ما هو بيرمي لك الافيه والجمله والضحكه، هو بيتريق على حاجة. طبعا بيتريق على قيمة، بيتريق على مبدأ، بيتريق على حاجة. مبدأ شخصية قومية. بالظبط. شخصية قومية. والشخصية القومية الكبيرة اللي نحن مجتمع يا عمرو، مجتمع يعيش على المقدس. احنا عندنا المثل بيقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. مزبوط. العمدة في القرية المصرية بأصالتها هو كبير الأسر. كان ده كبير العيلة، ده كبير المنطقة. لما تبدأ انت تحاول تشتغل على هدم هذا المفهوم، انت بتوقع المجتمع، لان احنا مجتمعات، او بتحاول طبعا توقع المجتمع، لان احنا مجتمعات لا تعيش الا على فكرة الكبير. احنا المجتمعات الوحيدة في العالم من المجتمعات القليلة اللي لما حضرتك تطلع المترو او وسيلة النقل تلاقي راجل عجوز تقول له اتفضل يا حاج، احترام الكبير. احنا دي الثقافة العربية، دي الثقافة المصرية يعني الحقيقية. يعني حتى طبعاً محيطنا العربي بيحترم الكبير، على عكس الغرب يعني بيعطف او بيلاقي ملاجئ او بيلاقي. لا هو يعني الغرب ليه ثقافة عنده تانية. ثقافة مختلفة برضو، شو هو الفردية، شايف هو الفردية، الثقافة الفردية، طول ما انا على رجلي الفردية، بدل ما انا على رجلي وقعدت مكاني الاول يبقى انا خلاص. بالزبط. هذه ثقافة لا تستقيم بها مجتمعاتنا. أكيد. الكوميكس ده سلاح كبير لمحاولة هدم الرموز الوطنية اللي بتوازي فكرة الدولة. وأي عمل جاد ساعات تلاقي أعمال جادة جدا بتحصل تلاقي طالع تريقة. صحيح. طب ليه تريقة ما تفهمش؟ استخدام النكتة بقى، وبتحاول طبعا أن الشعب المصري دمه خفيف ده بطبيعته، وبتحاول تستخدم النكتة والرسم وتدورها على ترند معين، لأن الترند ده هو الحقنه اللي في الوريد اللي بتحاول. والنقل هنا خطر برايك؟ طبعا يعني النقل حتى بحسن نيه يعني، ما هو يعني تقدر تقول ان كتير قوي بينقلوا بحسن نيه انها حاجه لطيفه، رغم ان هو ممكن يكونش مقتنع بيها، بس بينقلها على انها حاجه لطيفه، لان هو ممكن ما يكونش عنده الوعي قد ايه هو بيساهم دون ان يدري بشكل غير مباشر في قضيه كبيره. طبعًا. المفروض ان كل واحد ياخد باله منها. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني الكاتب الصحفي الاستاذ وليد. انا اللي بشكرك يا عمرو. شكرا جزيلا ليك، وننتظرك ان شاء الله على خير الاربع الجاي باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا يا عمرو. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وباذن الله نشوفكم يوم السبت القادم على كل خير، وتصبحوا على خير.